يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نعرض لكم شروات الفرج والرولات. أنواع طبعاً عندنا من الرولات، أنواع الفرج مثلاً هذه فرشة أم الواحد إنج، عندنا إنجين، عندنا إنجين ونص، عندنا إنج ونص، عندنا أربعة إنج. أنواع الفرج، فرج متحركة، هذا أيضاً فرج متحركة، هاي فرشة ثلاثة إنج متحركة يعني بهالطريقة، فرشة متحركة هاي 3 انج وهاي 4 انج، هاي 3 وهاي 4 انج، وهاي عندنا فرشة متحركة 2 انج، فرشة متحركة 2 انج، هاي فرشة مال تحديد يعني تخليها بالعصا وتحدد بها المكانات البعيدة، نوعية وسط وليس جيد جدا. هنا عندنا فرش انجات احنا نسميها فرشة ذهبي، هذه فرشة انجين ونص، فرشة ذهبي 2.5 انج. هنا عندنا فرشة ذهبي 4 انج، هذه فرشة ذهبي 4 انج. هنا عندنا فرشة ذهبي 3 انج. كل الاحجام عندنا من انج الى انج ونص، انجين، انجين ونص، 3 انج، 4 انج، كل الاحجام متوفرة عندنا. هاي البضاعة اللي وصلتنا اليوم، اي بضاعة تعجبك اي كمية ممكن تاخذ واحد كرتون. شوف انا هذا المدير عندي 2 كرتون، هذا عندي 2 كرتون، هذا 2، هذا عندي 5 كراتين، هذا عندي 3، الرولات عندي كل نوع 3 رولات، طبعا انواع، هذه 9 انج روله متوسطه، هذا ايضا 9 انج غير موديل، هذه عندنا هنا روله ستيل ايضا 9 انج، وهذا نفس الموديل لكن روله لونها مختلف، هاي كلها رولات مال الصبو. وبعد عندنا هنا بسم الله اي موديل يعجبك ممكن تاخذ واحد كرتون واحد كرتون. هذه فرشه 2 انج مثلا، هذه الفرشه 2 انج كرتون ب 600 قطعه، فاقل كميه تاخذ واحد كرتون يحتوي على 600 حبه، 600 فرشة يعني. هاي احنا نسميها فرشة ذهبية، شوف العلبة مالتها، فرشة 2 انش القطعة الوحدة ب 23 سنت، اقل كمية تاخذ واحد كرتون يحتوي على 600 قطعة، هاي القطعة ب 23 سنت فقط، هذا حجم 2 انش. هاي الرولة سعرها 41 سنت، الكرتون الواحد يحتوي على 60 قطعة، يعني اقل كمية ممكن تاخذ 60 قطعة، حجم 9 انج مثل ما تشوفون، تجي مكيسه بهالطريقه. اشوفكم عن قريب، شوف الفرو مالتها، وهذا السمك مالتها ايضا، نوعيه متوسطه وليس جيد جدا، اليد مالتها المسكه قويه لا باس بها، اقل كميه تاخذ هذا هيك من التصنيع يجي بها ما تنفر، جودة متوسطة، أقل كمية تأخذ واحد كرتون يحتوي على 60 قطعة. هذا النوع ب 53 سنت القطعة، أيضا التعبئة مالته 60 قطعة بالكرتون، رولة 9 إنج مثل ما تشوفون، الفرو مالته شوية أفضل من ذاك، أيضا نوعية متوسطة وليس جيد جدا، المسكة مالتها قوية، الذراع مالتها قوية، وهذا الفرو مالتها يصير ناعم، أقل كمية تأخذ واحد كرتون يحتوي على 60 قطعة، سعر 53 سنت، سعر القطعة 53 سنت. هذه رولا ستيل احنا نسميها، سعر القطعة 49 سنت، الكرتون أيضا يحتوي على 60 قطعة، حجم 9 إنج. احنا نسميها رولا ستيل، مو هي ستيل، لا هي معدن حديد، لكن احنا نسميها رولا ستيل، حجم 9 انج، نوعية متوسطة وليس جيد جدا، اقل كمية تاخذ واحد كرتون يحتوي على 60 قطعة. كل هاي الرولات اللي جاي تشوفوها انا مصفطة عندي هنا، هذا الكرتون ب 60 قطعة، هاي الرولا الستيل، هاي الرولا، هاي الرولا، هاي هواية انواع عندنا. هسه عندنا ارخص انواع من الرولات، القطعة ب 34 سنت فقط. إذا تجي على هذه ليش أرخص؟ لأن هذه السمك مالتها باوع،
يعني هذه شوية أضخم من هذه، والنوع مالتها أيضا عادي جيد، يعني كلش عادي مو وسط، هذا نوع وسط، هذه رخيصة لكن نوع عادي، حتى اليد مالتها تحس نوع البلاستيك مو فشي قوي، إذا أضغطها هسه يبين، هذا نوع عادي، يعني نقدر نقول أقل من الوسط، يعني مو رديء لكن عادي، أقل من الوسط. شوفونه اليد مالتها حتى مو قوية، ما بأي متانة يعني، هذا رخيص. الكرتون مالته يحتوي على 60 زوج، ممكن تستخدمها ايضا، ممكن تستخدمها وتطلبيها، لكن ممكن طلع لمده مره واحده وتشمرها. هسه عندنا فرشه حجم 1 انش، الكرتون ب 600 قطعه، بس اتاكد العفو، اي الكرتون ب 600 قطعه، سعر القطعه 11 سنت. هذه فرشه حجم 1 انش، ايضا جوده متوسطه، احنا نسميها الفرشه الذهبيه. هذه هذه حجم 1 انش، الكرتون بي 600 قطعه، وتجي كل 12 قطعه، اعتقد كل 12 قطعه مغلفه بعلبه هيك. هاي العلب مالتها شوفوها، هذه كل العلب مال فرشه حجم 1 انش، اقل كميه تاخذ 1 كرتون، القطعه الوحده الفرشه ب 11 سنت. هذه فرشه 1.5 انش، القطعه ب 17 سنت. الكرتون يحتوي على 600 قطعه، اقل كميه تاخذ 1 كرتون. شوف البضاعة اللي نشرناها كلها، أي موديل يعجبك ممكن تاخذ 1 كرتون. هذه 1.5 انش، سعرها 17 سنت، فرشة 1.5 انش، فرشة 1.5 انش ب 17 سنت القطعة الوحدة. كل أسعارنا طبعا بدون شحن، كل الأسعار بدون شحن. أي بضاعة تعجبك ممكن تاخذ 1 كرتون. شوف أنا شلون مسهلها عليكم، عندك محل، محل مواد انشائيه، مثل ما تعرفون هاي البضاعه تحتاجها بالبيوت، بالمحلات، بكل مكان تحتاجها، حتى اذا تبيع اناره، عندك محلات مواد انشائيه، عندك دكان صغير، ممكن تاخذ لك 1 كرتون تسترزق به على قد الشغلات النواعم، لان تعرفون اهلنا واحبابنا دائما يحبون يصبغون ويخربون الابواب والشبابيك. يلا اللي بعده. هذا عندنا حجم 2.5 انش، القطعه ب 28 سنت، فرشه ذهبيه حجم 2.5 انش، القطعة ب 28 سنت، والكرتون يحتوي على 480 قطعة، أقل كمية ممكن تاخذ 1 كرتون، هذا الكرتون ب 480 قطعة، فرشة حجم 2.5 انش، هذا حجم 3 انش، سعر القطعة 35 سنت، شوفونه 3 انش، باع الشعر مالته. ومثل ما قلت لكم هذا نوع وسط وليس جيد جدا، لكن مثل ما تشوفونه حلو. الكرتون يحتوي على 360، وكله يجي كل 12 قطعه تجي مغلفه بهالطريقه هذه، هذا الغلاف مالتها. هذا عندنا فرشه 4 انش، سعر القطعه 64، والله دوختيني 46 سنت. هذه عندنا فرشه 4 انش، سعر القطعه 46 سنت، الكرتون يحتوي على 240 قطعة، الكرتون تحتوي على 240 قطعة، سعر القطعة 46 سنت، فرشة 4 انش نوع وسط، شوفوها فرشة ذهبية. لا كسول، شنو كسول؟ ما عرفت افعلش كسول، شنو كسول؟ بضاعتي اختصاصي، شو تردين؟ شو تردين؟ فرشة 4 انش، 3 انش، انجين، انجين ونص، رولة، فرشة متحركة، رولة ستيل، شو تردين؟ بعد ها ذكرتيني، بعد عندنا فرشة متحركة، فرشة متحركة حجم انجين ب 33 سنت، شوفوها فرشة متحركة نوع وسط، بها متانة؟ نعم احس بها متانة، لا بأس بها. الفرشة متحركة حجم 2 انج، الكرتون يحتوي على 240 قطعة، وتجي مغلفة بهالطريقة هذه، هذه البضاعة هنا، اقل كمية تاخذ، علبتها كلش حلوة، اقل كمية تاخذ 1 كرتون، يحتوي على 240 فرشة. يا الله، هسه عندنا فرشة متحركة حجم 3 انش، القطعة الوحدة بنص دولار، الكرتون يحتوي على 120 قطعة، أقل كمية تاخذ 1 كرتون، يحتوي على 120 قطعة، هذه العلبة مال التغليف مالتها، بهالطريقة تجيكم. فرشة متحركة حجم 3 انش، هذا المفصل مالتها، ثبتها على حسب ما تريد أنت. وهذه من أنا بيها ثقب، ممكن تخلي ساعد الرولة، يعني العصا. تخليها هنا العصا وممكن تشتغل بها. حجم 3 انش نص دولار، سعر القطعه الواحده بدون شحن، اقل كميه تاخذ 1 كرتون، وانا بخدمتكم وتدللون. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى عناد الحاقدين ونعم للمحبين. ها لا مو غني على عناد الحاقدين صدق. لا بعد اني بس موديل واحد هسه جيك جيتك. فرشة متحركة 4 انش سعر القطعة 67 سنت. الكرتون يحتوي على 120 قطعة. اقل كمية تاخذ واحد كرتون. هذه العلبة مالتها تجي. شوفوا هاي العلبة مالتها كلش حلوة. طبعا بها الوان. اذا واحد يريد غير اللون الاحمر ممكن، بس الجاهز عندي لون احمر. اذا يريد غير لون ممكن نوصله توصال من المصنع. فرشة متحركة حجم 4 انش. نوع متوسط. كل البضاعة اللي عرضنا لكم إياها أقل كمية تأخذ واحد كارتون. مثل ما شفتوا كان عندنا الرولات، هذه الرولات عندنا هنا فرش متحركة، هنا عندنا الفرش الذهبية، هذه كلها فرش ذهبية. هنا عندنا الساعات بدولار 80 سنت. شحن مجانا؟ لا لا أوفيه. ما يصير يعني هم نبث على هاي نشتغل على هاي. بس ترى شايفين ساعة بدولار 80 وشحن مجانا، دولار 80 سنت وشحن مجانا، ساعة بدولار 80 سنت وشحن مجانا. أقل كمية تأخذ مو 150 قطعة. هاي البضاعة عندي بعد هواي بضاعة مو فقط هذه. يومية تجيني شروات مختلفة. هاي بضاعة هاي بضاعة هاي بضاعة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. خير وبركة من الله ونسأل الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. لم يقرأ تشير العيني.